أكد رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان في محافظة المهرة سعد القميري على مواصلة أبناء المهرة احتجاجهم وتصعيدهم ضد كل قوى الاحتلال حتى خروجها من المحافظة. نرحب بالحاشد الكريم لحضور هذه الفعالية الكبيرة الحاشدة والتي من أجل رفض التواجد البريطاني الأمريكي السعودي الإماراتي. والآن الحشود من كل مديريات المحافظة وصلوا الآن بحمد الله ورعايته، والآن ننفذ الفعالية وإن شاء الله منتصرين بإذن الله، لا للتواجد السعودي الإماراتي الأمريكي البريطاني. نعمل المهرة حرة، لا استعمار لا احتلال، نحن كلنا نوقف في يد واحدة، الشعب المهرة وأبناء اليمن كلهم مشاركين اليوم في هذه الفعالية.